هو انت ممكن تشتري طاقية سعرها 1000 ولا 2000 جنيه؟ طيب ايه رأيك بقى ان في طاقية دلوقتي معروضة للبيع سعرها اكتر من 20 مليون جنيه؟ لكن دي مش اي طاقية، انت تقدر تقول عليها كده انها تاريخ وحالة خاصة. طيب ايه حكاية الطاقية دي؟ حسب موقع سكاي نيوز العربية، فطاقية نابليون اللي كان بيلبسها في القرن 19 من المتوقع انها تتباع في مزاد بسعر 650 ألف دولار، يعني أكثر من 20 مليون جنيه، ويجي سبب ارتفاع سعرها لأنها قطعة نادرة، وده لأن رئيس دار المزادات واللي بتتباع فيه الطاقية دي قال إن فيه 20 قطعة أصلية من طواقي نابليون، منهم 15 قطعة محفوظة في المتاحف، في 4 أو 5 قطع بس ممكن ياخدوهم هواة جمع التحف. وحسب بائعين في المزاد، فالطاقية دي بتتباع لأول مرة في المزادات بعد ما تم استعادتها من قرون من الكولونيل بيير بايون، مسؤول التموين في عهد نابليون، واللي كان واحد من رفاقه في كتير من المعارك بما في ذلك معركة واترلو. مش بس كده، المزاد ده هيبيع متعلقات شخصية تانية خاصة بنابليون، زي شنطة خشب كانت دايما معاه، وفرشة أسنان وشفرات حلاقة وغيرها. ده كله بالإضافة لطبق فضي كانت سرق من عربية نابليون بعد هزيمته في معركة واترلو سنة 1815. بالمناسبة بقى، حسب سكاي نيوز، ده في واحد من رجال الأعمال قضى 50 سنة من عمره في تجميع مجموعة من التذكارات والسيوف والعملات المعدنية النابليونية لحد قبل وفاته سنة 2022. دلوقتي بقولوا لي ممكن تشتروا طاقية بالسعر ده؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.